شهد رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن الندوة التثقيفية والتوعوية للتعريف بمشروعات مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. هذا وتنظم مؤسسة حياة كريمة خلال شهر أكتوبر عددا من الندوات التثقيفية والتوعوية للشباب بهدف نشر الوعي المجتمعي وحثهم على المشاركة التطوعية لخدمة القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا بصعيد مصر. كل طلاب الجامعة ومنسوب الجامعة يبقى عندهم فكر وإيه هي حياة كريمة، لأن زي ما حضرتك عارف إحنا حياة كريمة في المرحلة الأولى شملت بعض المراكز، فممكن يكون في طلاب من مراكز أخرى ما يعرفوش إيه اللي اتعمل في القرى المحيطة بيهم، فإحنا فالتوجه إن كل الطلاب يبقوا عارفين إيه مشروع حياة كريمة وبيقدم خدمات إزاي. الحاجة التانية إن أنا بحسهم وبحطهم على الخط في خدمة المجتمع المحيط. حياة كريمة يا فندم الغرض من الأساسي اللي هو كل خدمات على مستوى الجمهورية تدخل الريف، تدخل الريف المصري، ودي عاهد على المواطن الريفي في محافظة بني سويف، اللي هو كل التسهيلات بس موجود دلوقتي عنده. احنا لما كنا بننزل على أرض الواقع وننفذ المبادرة من خلال مثلا كان في كذا حملة قبل كده زي حملة طرق أبواب وحملة التوعية للناس، وكنا بنعرف ايه هي حياة كريمة لأهالينا في القرى، ناس كتير جدا وخصوصا من شباب الجامعات كانوا حابين يعرفوا طب ايه هي حياه كريمه، طب ايه رساله الرئيس اللي انتوا حابين توصلوها لنا، وهل بالفعل المشروعات دي هتقام وفعلا الحاجات دي هتتنفذ. عايز اقول لحضرتك احنا في بدايه منزلنا من البدايه خالص حتى في الجوله التعريفيه ناس فعلا ما كانتش مصدقه ان المشروعات دي هتقام، ان يعني كان بالنسبه لهم هم شايفين يعني حتى كانوا بردات فعلهم بيقولوا لنا احنا حاسين ان احنا في حلم. طبعا مبادره حياه كريمه من المبادرات الجميله يعني التاريخ هيذكر ان المبادره دي مش هتتكرر تاني، لان احنا بالفعل بنغير الريف المصري بشكل كبير. سياده الرئيس اطلق المبادره لتطوير الريف المصري، على ارض الواقع احنا شفنا بالفعل تغييرات كتير، شفنا مجمع خدمي متكامل موجود فيه مكتب بريد، موجود فيه سجل مدني، موجود فيه شهر عقاري، موجود فيه مقر للوحده المحليه، فده يعني على بقدر الامكان وفر وقت كبير على المواطن واعباء كتيره ان هو يتنقل من اكتر من مكان، ده اصبح موجود في مكان واحد. كمان عندنا مركز طبي متكامل على اعلى مستوى، حوالي هيبقى فيه مجموعه كبيره من الاجهزه واجهزه الاشعه. عندنا الصرف الصحي حلم كان كبير الناس بتحلم بيه من 2008 حتى الان ما اتحققش. مبادره حياه كريمه بالفعل احنا خلاص بنسبه 95% الصرف الصحي بدا ينتهي.